مرحبا بكم مشاهدينا فيما بعد العرض منتدى الوثائقيات، نناقش فيه وثائقي الميادين. الشمس تشرق جنوبا، صمود، تجذر، تصد، استمرار، مواجهة، انتماء وطني، بساطة، جمال، وبالتأكيد تلاحم مع فلسطين المحتلة. وهذه الأخيرة لا تحكمها الجيرة والقرب الجغرافي ولا طبيعة العدو المشترك وحسب، إنما تاريخ مواجهة مشترك منذ النكبة في أربعينيات القرن الماضي. الجنوب اللبناني لغز لم تستطع إسرائيل فكه أو هزيمته. أهله ينتصرون، وكذا مع كل شروق شمس يرسخ حقيقة البقاء والاستمرار ويعري ضعف إسرائيل وكذب روايتها. فالأرض بشعبها ولشعبها. وفي نقاش الشمس تشرق جنوبا، الجنوب اللبناني وفلسطين المحتلة مسار مواجهة مشترك، نستعرض جانبا منه. في الجنوب قصص بطولة وصمود، نستحضر بعضا منها ونسأل عن دور المرأة فيها. تموز 2006، كيف ساهم أهل الجنوب اللبناني بالانتصار والإعمار؟ نبدأ إذا النقاش ما بعد العرض. فيش واحد هون عم يزرع دخان الا ما له شهيد او اثنين بهالارض. ثوروا هلا جيت الصهيون اجي ولا مريالي لا لا بيبي لك سويهم اهدر بالخان انت امامينا الهمجيه. ما في خيار الا المقاومه. هذا الجولان المحتل كانوا اهل الجنوب كلهم يروحوا على الشام من هون. ما في عندنا حدود، المقاوم هو وين بيوصل هو بيرسم حدود. يا الغده السرطانيه اللي بتحكوا عنها شفتيها على الطبيعه هلا. أنا عايد إلى حيفا، عايد إلى قرى حيفا، وعدني حسن، وعدني حسن إلى ما بعد بعد حيفا. للنقاش معنا هنا في الاستديو السيدة رجاء بشارة، هي ناشطة اجتماعية من قرية دير ميماس في جنوب لبنان، نزحت عام 1976 وعادت بعد التحرير عام 2000، تعمل على جمع التاريخ الشفوي، عملت مع نازحي الجنوب في أعوام 78 و82 و96 من القرن الماضي و2006، أم متبنية الأسير شادي البرغوثي. معنا أيضا هنا في الاستديو الدكتور حبيب فايد، هو حاصل على دكتوراه في الإلهيات وفلسفة الدين من جامعة طهران، أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية وباحث في الشؤون الإيرانية والسياسات الإقليمية، نشر العديد من المؤلفات والأبحاث منها المقاومة فكرا وثقافة والمقاومة والفراغ التنظيري. مرحبا بضيفين. وقبل أن نفتح النقاش سنبدأ بصوتية من وثائقي الميادين الشمس تشرق جنوبا، من أحد المواطنين في الجنوب حسن قبلان، يتحدث في جوهر الجنوب اللبناني والبقاء في هذه الأرض التي هي مشروع مقاومة للمشروع الصهيوني كما وصفه، والذي يريد هذه الأرض بدون ناس. نتابع ونفتح النقاش. الجنوب مش بس عملية سكن وأكل وشرب ومشاوي يوم الأحد، لا، هذا الجنوب الآن هو عين، هو السكين في عين المشروع الصهيوني. في هذه المنطقة الوحيدة في العالم العربي هزم الصهاينة. مسؤولية تنمية الجنوب وجعله أرض للحياة مش مناسبة للوفيات يوم الأحد في مواجهة المشروع الصهيوني اللي كان يدفج دايما بإخلاء الأرض حتى يقول للعالم أنه كل هاي المنطقة من فلسطين لكل بلاد الشام إذا بدك ضمن لبنان وسوريا والأردن وهلأ بالعراق، هيدي أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. نحن كل شتلة هون، كل زيتون بتنزرع، كل شتلة طبخ، كل محل، كل معمل، كل منشأة، كل زيارة بيجي فيها واحد على هذه الأرض هي مشروع مقاومة للمشروع الصهيوني اللي بده هذه الأرض بدون ناس. من جوهر ما استمعنا إليه سأبدأ مع ست رجاء، خصوصا أنه المعاناة والمواجهة بالنسبة للجنوب اللبناني هي عمرها من عمر يمكن الحرب الإسرائيلية العربية عندما نتحدث عن أربعينيات القرن الماضي، وإن كان في تحت عنوان جيش الإنقاذ كان في جيش ناشئ في لبنان، وحتى في متطوعين مدنيين شاركوا في مكان ما كان بقيادة فوزي القاوقجي، ولم تنتهي إطلاقا تلك المعاناة والمواجهة مع توقيع اتفاق الهدنة كما يتم توصيفه في آذار 1949 من عندما نتحدث، وإنما تواصلت نحو نصف قرن. نريد قبل ذلك، ولأنه نريد أن نفصل في بعض النقاط لأنه مهمة جدا في موضوع تحديد
بداية المواجهة مع إسرائيل تحديدا في منطقة الجنوب اللبناني، ولكن نريد أن نستعرض جانبا من العلاقة بين الجنوب اللبناني وفلسطين المحتلة حتى ما قبل النكبة، لأنه في حضور حقيقي في العلاقة وفي محطات أساسية، يعني حتى في ثورة 36 من القرن الماضي في فلسطين المحتلة. ما يعرف بالشريط الحدودي، يعني القرى المحاذية لفلسطين، كان اتجاهها فلسطين. يعني وقت اللي اجت الدولة العثمانية وقسمت، جزء كبير من الناس، يعني أنا باخد على مستوى ضيعتي، كان لهم مزرعة بقلب فلسطين، يعني هي حد مستعمرة المطلة حاليا. وكانت الناس ما يعني كان سوق ما يعرف بسوق هلأ كريات شمونة هي الخالصة، كان الناس تقوم الصبح الساعة، يعني أنا هاد بجدي بيحكي لي إياها، تقوم الصبح الساعة 3 يحملوا الدواب وينزلوا على سوق الخالصة يبيعوا ويشتروا. يعني كان اتجاههم، حتى والدتي الله يرحمها بتعلمي تمريض بصفد. يعني كانت العلاقة وقت، يعني بالتالي كانت العلاقة مع فلسطين ودخول اليهود، يعني كان بلش يحسوا فيه. يعني كان يحكوا لنا، يحكي لنا جدي كيف اليهودي زعبوا من فية الشجرة، هو راجع من سوق الخلصة قعد تحت فية الشجرة، قال له هي الشجرة إلي، روح زراع أنت وقعد تحت فيتها. يعني كان في عم بيحسوا بالخطر، يعني كانوا يسموه يهود مش صهيوني، كانوا يحسوا بهيدا الخطر كيف جاي وعم بيسحب منهم. وقت اللي احتلت 48، ايه اهل الجنوب واهل الشريط اكيد تأذوا، لانه التواصل ومعيشتهم وحياتهم تغيرت تماما، وكان في حتى احتلال واعتداء مباشره على الجنوب. كان لكن كانت تسمى الامر باطار اليهودي، لانه كان مشروع انشاء بيت سمي وطني يهودي، وكان بدات الهجره اليهوديه المفتوحه. نتحدث لذلك ذكرت ثوره الثلاثينيات. بدي اقول لك يعني كيف حسوا اهل الجنوب حادثه معروف كثير، بضيعة العديسة في زلمة معمر بيت، وقت اللي اجوا حددوا الصهاينة 48 اخذوا له نص بيته، فهيدا بالتالي ترك بيته، يعني كان بلشوا قدموا له نص بيته، قالوا له نحن حدودنا لهون، فبالتالي انه التعرض للصهاينة ولظلمهم كان بلش من الاب ما قبل 48 وكفى ب 48 بفترتها، انه وسيطرتهم واتفاقية الهدنة شو عملت فينا نحن اهل الجنوب. اتفاقية الهدنة كتير ظلمتنا، لأنه كان أنه غير أهل المنطقة ممنوع يفوتوا، بدهم تصريح من الجيش. هيدي ما حدا بيعرفها، يعني ابن النبطية أو ابن صيدا أو ابن مطلق أي واحد ممنوع يفوت، بده تصريح من الجيش ليفوت، نحن بس أولاد المنطقة. كان الشوفير يجي يطلع من الضيعة على الضيعة قبل الساعة 6 المساء خلص انتهى. يعني ومعروف أنه أول توقيت للساعة 2 المدارس صارت للتنتين هي مدارس الشريط الحدودي، لأنه التنقل بالليل كان صعب. ربما في حلقات مقبلة يمكن أن نقف فيما بعد العرض حتى تحديدا عند ابن المنطقة اتفاق الهدنة. ما بيقدر يفوت غير أنا والدتي من البقاع وبي يعني من الجنوب من الطايبة من الشريط بين مزدوجين. هلا أول ما يعني بي تزوج أمي كان جاي معه على الضيعة ما خلوها، يعني الجيش اللبناني كانوا بدهم يمنعوها، هي عم نحكي يمكن بالستينات بالستينات آخر. طيب هذه النقطة المهمة، يعني لأنه طبعا حلت من قرى في الجنوب، وحتى فقط يعني نعدد أنه إسرائيل احتلت عام 1948 رميش ويارون وعيترون وبليدة ومحبيب وميس الجبل وحولة ومركبة والعديسة وكفر كلا ودير ميماس منها ست رجا وبني حيان ورب 30 والطيبة أيضا دكتور حبيب ودير سريان وعلمان. بين 1949 و 1964 سجل 140 حادث اعتداء على لبنان في هذه الحقبة قبل الولادة الرسمية لحركة فتح. لماذا؟ وأنا أنتقل إليك بالسؤال دكتور حبيب، يعني أتكئ أو نقف عند هذه النقطة، لأنه هناك في لبنان من يأخذ الرواية إسرائيل بين قوسين ويكون أنه إسرائيل لم تعتدي إلا بعد انطلاق المقاومة. كيف عمم بالمناسبة في رأي كبير يرى الأمر بهذا الشكل، كيف عممت هذه الرؤية؟ يعني قبل ما أجاوب على السؤال بحب شير لنقطة إلى علاقة بالوثائق اللي نحن عم نحكي عنه، أنه نحن يعني أولاد المنطقة الحدودية يمكن قدرتنا على التفاعل مع هيك أعمال إلى نمط فني وإعلامي أكثر بكثير من يعني الفيلم متعوب عليه بطريقة إذا بدك منقدر نفهمها نحن كيف نستخرج الهوية من خلال العلاقة بين الإنسان والأرض. هلأ أنا لا أريد أن أبخس الدول الأخرى
يعني طبيعة علاقتها بالأرض، بل أريد أن أؤكد أنه علاقة يعني الشعبين اللبناني والسوري مع الأرض انطلاقاً من الشيء اللي كنا عم نقوله، أنه هاي الأرض مش مكان للإقامة، مش مجرد مكان نقيم فيه، مش مجرد يعني علاقة ميكانيكية أنه منزرعها ومنطعمينها، لا، الأرض هون هي فعلاً تشكل عمق الهوية. عشان هيك منلاحظ أنه بين مزدوجين يعني عملية البروباغندا الإعلامية اللي صاحبت كل الاعتداءات الإسرائيلية التي حصلت على جنوب لبنان، إذا بدك كان الجهد الذي يبذل فيها يوازي الجهد العسكري الذي تبذله إسرائيل. عشان هيك يعني الخطوة الأولى اللي نحن بحاجة لها، وأنا برأيي هاي اللقاء اللي عم نعمله اليوم وهاي الفيلم اللي حضرناه، هي عملية تصويب لمجموعة كبيرة من نقاط الخلل التي صاحبت قيام الدولة الإسرائيلية أو الصهيونية، انطلاقا من دعم غير مسبوق أعطي لإسرائيل من قبل الدول الكبرى من أجل تكريس شرعية إسرائيل في هذه المنطقة. واحدة منهم يعني أنا برأيي منظمة التحرير الفلسطينية لا ما نجحت كما يجب بالعمليات الفدائية وبالعمل النضالي انطلاقا من الأراضي اللبنانية، ما نجحت لأنه جزء من عدم نجاحها مرتبط بمحاولات إسرائيلية من أجل شيطنة صحيح حراك المنظمة الفلسطينية لكي يشكل مبررا صحيح لإسرائيل حتى تحتل الأرض. أنا برأيي هاي الأمر فيما بعد المقاومة اللبنانية قرأت التجربة الفلسطينية بحيثياتها المختلفة وتجاوزت كل الشوائب التي اعترت هذه التجربة، بدءا من تعبدية الفصائل مرورا بحالة الفساد التي عمت الكثير صحيح من الفصائل الفلسطينية صحيح، وصولا أهم شيء إلى حالة مبدئية غير قابلة للمساومة أو الالتباس، اللي إلى علاقة أنه هذا عدو لا يوجد أي وسيلة من الوسائل من الممكن أن تدفع بنا للتواصل معه أو الاعتراف به أو مصافحته. وهذا مهم لأنه هذه عمليات الاختراق إن كان بالنسبة لمنظمة التحرير الفلسطينية وكذلك بالنسبة للجنوب اللبناني، ستحدث أيضا عنها، لمحاولة إفشال أو حتى خلق الذرائع أو الأدوات والوسائل وصولا إلى النتيجة التي تريدها إسرائيل، لأنه كانت تضع عينها على الجنوب اللبناني ما قبل حتى يعني مع بداية النكبة والمخطط قبل ذلك، وسيكون لدينا ما نعرضه في هذا الإطار. لكن حتى أيضا يعني نعرض بعض المحطات هون التأكيد أنه كانوا الإسرائيليين يشيعوا دائما ويقولوا انه الفلسطينيه باعوا، يعني حتى يسهلوا للناس فكره بيع، فكره انه بيعوا تكريس شرعيه الكيان انه فلسطينيه باعوا، فكانت الناس تحكي ايه طلعوا الفلسطينيين لان باعوا، فهيدي كثير انشغل عليها اعلاميا انه باعوا، فحتى الناس تسهل عليها. سألت عن بعض القصص وانا اعرف انه لديك الكثير من مخزون، خصوصا موضوع يعني التاريخ او التوثيق الشفوي هو مهم جدا، ان ناخذ الحكاية ممن عاشوها وتكون ماده ايضا. لكن فقط اشير الى هذا الكتاب الجنوب اللبناني في مواجهه اسرائيل 50 عاما من الصمود والمقاومه، فيه حتى لانه نتحدث عن بعض النقاط ما قبل يعني في اثناء النكبه ايضا، لم تنجو قرى الجنوب من المجازر التي ارتكبتها القوات الصهيونيه خلال معارك عام 48 من القرن الماضي. في 31 من تشرين الاول اكتوبر 48 دخلت القوات الصهيونيه قريه حوله المحاذيه للحدود مع فلسطين وجمعت كل السكان في منزلين وفخختهما ونسفتهما، ما ادى الى ارتقاء اكثر من 80 شهيدا. بالمناسبه حتى تفاصيل المجزره واسماء الشهداء موجوده في رابطه ابناء حوله. ما الذي يمكن ان يستعاد من تلك المرحله في تلك الحقبه عن اهل الجنوب في هذه المحطات عندما احتلت اسرائيل في اثناء النكبه؟ دليل المجزره انه دليل انه اهل الجنوب كانوا مشاركين بالثوره، كانوا مشاركين، والاسباب انه هن فاتوا وفاتوا متنكرين بلبس جيش الانقاذ، مشان هيك عصابات الهجانة كانوا متنكرين واستقبلون اهل الحوله وطبخون، وكان في حركه بالجنوب بهيدا المجال، كان في حركه، قلت لك لانه كان في الجنوب كان وجهته فلسطين ومهمل من الدولة اللبنانية صحيح، فبالتالي هو اتجاهه فلسطين وهو منفسه، فأنه لما تقتطع منه فلسطين اقتطعتي منه شيء من روحه من شخصيته وهيدي الأرض.
بالتالي انه هن كانوا مشاركين بحركه المقاومه ضد الدخول الصهيوني واحتلال 48 بهاي القصة. طيب وخصوصا انه نتحدث هنا انه موضوع غياب الدولة وسنتوسع فيه في مجال ما، لكن كان في التقاء في التخلي، يعني اذا كان الموقف العربي في مكان ما ان لم يكن ضعيفا او متخليا او حتى متواطئا خصوصا ب 48، حتى بالنسبة لحضور في الجنوب اللبناني ساهم بالالتقاء دكتور حبيب فياض بين الفلسطينيين واللبنانيين في جنوب لبنان، وكان في التفاف حول المقاومة الفلسطينية، وهنا كان في تحول حقيقي يعني ما بعد فتح، ما بعد المقاومة، ما بعد اتفاق القاهرة نهاية القرن الماضي، صحيح؟ بدي خبره خبرية للدكتور فياض، هيدي هو من الطيبة بس ما بيعرفها، كامل الأسعد كان بالطيبة. شو عرفك ما بعرفها؟ يمكن ما بعرف، حقله حخبره إياها يمكن بيعرفها. لتفرجيك إنه أهل جنوب كيف كانوا مقاومين. في الأقطاع كان عنده أملاك بفلسطين. وكان بيت الأسعد هن أقطاع بالمنطقة، بتعرف الباك يعني عند أهل الجنوب، عم بحكي هلا حكاية. البيت شو كان له موقعه، صحيح. فبيع المنارة، عنده أرض اسمها المنارة وبيعها، لا تزال على حدود مع ماس، فصاروا أهل الطيبة وأهل الجنوب يغنوا له يا بيكي اسمك بالسما وحروفه كلها حايفة، يعني بطلت ملمعة، بعت المنارة لليهود والناس كلها شايفة. هذا دليل أنه كانوا، تعرفها؟ تعرفها؟ لا. فهيدا دليل قد ايه أنه أهل الجنوب كانوا ضد بيع الارض وضد انه هيدا، حتى قاموا ضد الباك تبعهم انه الالتقاء الان يعني بالعمل المقاوم فلسطينيا بعد اتفاق القاهره، بعد الحضور الفلسطيني حتى في جنوب لبنان. يعني وقت اللي كنت عم بحكي عن خصوصيه يعني العلاقه اللبنانيه الفلسطينيه تحديدا، كنت اقصد انه علاقه الجانبين مع بعضهم البعض هي علاقه فوق جغرافيه وفوق تاريخيه. أنا ما زلت أذكر أنه جدي كثيراً ما يحدثني، يعني العمق الاستراتيجي والاقتصادي والتجاري والاجتماعي لأهل جنوب كان بالامتداد الفلسطيني، يعني بطبرية وبحيفا زائد الامتداد السوري. هلأ التجربة اللي حصلت منذ أن يعني حصلت النكبة عام 1948، الذي كان يتولى عملية التحرير إذا بدك ويعني يتصدى لعملية استرجاع فلسطين هو الشعب الفلسطيني، رغم كل الثغرات التي اعترت منظمة التحرير الفلسطينية بفصائلها، إلا أنه أهل جنوب إذا بدك كانوا جديا وعمليا منخرطين بهيدا المشروع وقدموا كل ما بإمكانهم يعني من أجل دعم الفلسطينيين باسترداد أرضهم وحقوقهم. نعم. عندما أخفقت تجربة منظمة التحرير عام 89، إذا بدك انعكست الآية، يعني الذي يتصدى بعد عام 82 لعملية تحرير الأرض بدءا من الأراضي اللبنانية وصولا للأراضي الفلسطينية هو الشعب اللبناني. نعم. ممثلا بالمقاومة اللبنانية، ويدعم هذا الشعب من قبل الفلسطينيين. أنا برأيي هاي التماهي رغم كل يعني ما قد يبدو أحيانا في المشهد من اختلافات ربما بالسياسة أو بالتكتيك، ممتاز. في عندك سلطة فلسطينية، عندك خصوصا أتحدث في الجانب الميداني من خارج فلسطين المحتلة، لأنه جنوب لبنان تحول إلى ميدان عسكري تقريبا مباشر مستمر يومي أعلى مستوى، خلى ربما حرب الاستنزاف 69-69 أكتوبر 73. بشكل سريع جدا أنه عملية تحرير جنوب لبنان لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تؤخذ على أساس أنها عملية تحرير وطني بمعزل عن امتدادها القومي المرتبط بفلسطين. نعم. يعني علاقة لبنان بفلسطين مش بس هي علاقة استراتيجية قائمة على حسابات سياسية مرتبطة بعدو مشترك اسمه إسرائيل. يعني مش لأنه نحن اللبنانيين عدونا المشترك مع الفلسطينيين هو إسرائيل لازم نساعدهم. نعم. هاي النقطة موجودة، بل بجانب آخر الامتداد الحيوي للبنان والذي لا يمكن أن يكون لبنان إذا بدك بلد مستقل وله سيادة وبلد عنده روح يتنفس بها إلا من خلال تحرير
الأراضي الفلسطينية. والعلاقة بين المقاومة الفلسطينية أو حتى الفلسطينيين في بجنوب لبنان تختصر الكثير وتختزل الكثير، وحتى في جنوب لبنان يعني بين اليسار واليمين، عذرا بين السنة والشيعة، كان في مكونات العمل الوطني أكثر مما استثمر فيما بعد. ولكن قبل ذلك نوسع في النقاش، سنعود مجددا إلى الوثائق. نستعرض صوتية لأحد الأسرى المحررين من معتقل الخيام يروي فيه تجربته برفض التجند بالعمالة عند بعض العملاء اللبنانيين لدى إسرائيل. نستمع ونعود للنقاش. طلبونا على العسكر، خدمت 6 أيام، هربت من هون، هربت بالبحر، كفت على بيروت. ليش هربت؟ هربت شو بدي أخدم لحدية؟ يعني عشت فترة عمري كلها أنا والمرحوم بي مقاومة، وإجي أنا أحرص على الهاشم والعمل اللي هون، ما كنتش فيه أتحمل، نزلت على بيروت. لما فلت من هون أخذوا بي وأخذوا أخوتي، خي قعد 12 سنة، خيل استشهد ببيروت ب82، ما خلونا جثة، ما خلونا نفوتوا على بنت شبال. من جديد نعود إلى ضيفينا، وأعود إليك ست رجاء. في كما قلنا الجنوب مر بمحطات عديدة، ربما في السبعينيات كان في اعتداءات وفي معارك وحروب مباشرة على الجنوب. عملية الليطاني فجر 15 من آذار 78 من القرن الماضي كانت واحدة من الاجتياحات الأساسية لإسرائيل، وكذا بالنسبة لـ 82 كما سمتها إسرائيل عملية سلامة الجليل في 6 حزيران 82 من القرن الماضي، في حينها وضعت أهداف كبرى: تدمير البنية العسكرية لمنظمة التحرير وإقامة نظام جديد في لبنان والسيطرة على جبل الباروك الذي يهدد دمشق ويتيح لإسرائيل الإشراف على أكثر من دولة وعربية منها أيضا. في محطات أساسية أريد أن أدخل معك لجانب البعض يعتبره حساس مجتمعيا بالنسبة لأهل الجنوب، لأنه شغل على محاولة اختراق مجتمع الجنوب، وظهرت يعني بعض النماذج إن كان على مستوى يعني جيش لحد أو سعد حداد أو ما إلى ذلك، وروج بأن أهل الجنوب في 82 استقبلوا الجيش الإسرائيلي. ما حقيقة مثل ذلك؟ ما حجم الاختراق الذي تم؟ بدي أرجع بس نقطة، نحن سنة 73 صار في أول اعتداء، وأول مرة بينقصف جسر الخردلة اللي هو كان مدخل منطقة الشريط الحدودي، انقصف وصار في اعتداء، ويومتها في القصة الشهيرة الجندي اللبناني اللي قوص على الطيارة الإسرائيلية وصابة. كل هاي، ورغم اللي ذكر الدكتور أنه كان في بعض شوائب على العمل المقاوم الفلسطيني، كل هيدا اللي صار ما صار في مظاهرة بالجنوب ضد التواجد الفلسطيني. هيدي لازم تنذكر بهاي. هلا ذكرنا انه بالحرب السنتين، وقت اللي بلشت حرب السنتين ورجع كثير اهل من الجنوب على الضيع، وصار في ازمات معيشيه من طحين، من بنزين، من غاز، من هاي القصص. فهون بلشت، ما حدا كان منتبه، كان ملتهيين بالحرب الداخليه، بلشت اسرائيل تعمل، فتحت الشريط الحدودي وعملت شيء اسمه الجدار الطيب. صح، يعني صارت تعرض على الناس انه اذا انت مريض انا بحكمك، اذا وتبيع اشياء هي. وسنتها بلش يدخل عمل مقاوم بمقاطعه اسرائيل بهيدي المرحله. بذكر المطران بولس الخوري الله يرحمه كان من اول ناس عم بيحرض الناس، صدر فتاوى دينيه بحرمه شراء اي شيء اسرائيلي. وحتى بعرف في كثير ناس انقطعت من الملح، ما اكلت بلا ملح، حتى لانه مع انه اسرائيل كانت عم بتبيع ملح. بس مع هيدا لقيت ناس يشتغلوا معهم، وبين ظهر بسنه 76 بدايه العام 76 سعد حداد. بوقتها كان في جيش لبنان العربي بسكنه نهر عيون. صحيح. وبصيف 76 بلشت المعركة، وظاهر اتخذ قرار أنه تصير هيدي المنطقة تحتلها إسرائيل، وبلشوا القضم من منطقة مرج عيون ومن منطقة بنت جبال. بلشوا القضم، لا صار في، ما أخذوها بسهولة، ما بقول أخذوها بسهولة، صار في معركة مرج عيون مع جيش لبنان العربي. يعني بذكر أنا بحكيك تجربة ضيعتي، نحن تجربة ضيعتنا أنه قرروا بأيلول يفوتوا على الضيعة، لأنه سقطت مرج عيون بدوا يكفوا، فوقفوا الشباب بالضيعة وقالوا أنه نحن ما حنسمح لهم ياخذوها بسهولة، مع أنه كنا ساقطين عسكريا يعني أنه عمليا. وقاومنا مدة شهر ونص، يعني حتى عملنا نحن وياهم هدنة الزيتون، نحن في عنا زيتون، قاومنا شهر ونص
لبعدها لاضطرينا انه خلص دير مناس مش عندها زيتون، كلها زيتون كلها زيتون. طيب ستحدث عن ذلك، عن الصور الحقيقيه بالنسبه للجنوب، كيف تعامل اهل الجنوب ب 82 تحديدا وما سبب ترويج هذه الصوره، ولكن ستوقف على فاصل سريع جدا ومن ثم نعود تبقى معنا رجاء. اذا مشاهدينا فاصل قصير ونواصل ما بعد العرض. كل شيء في قصف كانت تعرض له المنطقه هون، وكان الرد من هون، يعني بطال حيفا من هون، بطال تل ابيب من هون، بطال تل ابيب، بطال المستعمر اللي بدك اياها. هيدي اللي قبلنا مبينه كانت شمونا، هيدي كانت تنزل الصواريخ عليها مثل الشتاء. الهدف الكبير اللي عملته المقاومة انه رفعت راس الناس، الانسان الموجود بجنوب حافظ على كيانه، حافظ على كل معطياته الداخلية، وحافظ على روحيته الحقيقية والصادقة. كتابه بشرف وروحه بتشرف وحياته بتشرف. أهلا بكم من جديد مشاهدينا فيما بعد العرض، نناقش وثائقي الميادين. الشمس تشرق جنوبا، وصلنا إلى محطة أساسية ومهمة على مستوى لبنان وأيضا في جنوب لبنان، موضوع اجتياح 82، وهناك صورة لاختراق تمت يقدم، لا ندري ونحاول نناقش ما حجم فعلا الاختراق الذي تم أو أرادت إسرائيل أن تخلقه في جنوب لبنان. نجدد الترحيب بضيفينا هنا في الاستوديو، دكتور حبيب فياض وأيضا ست رجاء بشارة. وقبل أن أن أنتقل مباشرة السؤال إليك دكتور حبيب فياض، إسرائيل على ما يبدو تكتب كل شيء، هناك محاولات كما قلنا اختراق كتاب موشي شاربت، يوميات شخصية ورئيس حكومة إسرائيلي سابق عام 1955، دار نقاش في شأن لبنان بين ديفيد بن غوريون وزير الأمن وموشي ديان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في حينها. ورد فيه يقول ديان إن كل ما هو مطلوب بالنسبة إلي هو إيجاد ضابط لبناني ولو برتبة نقيب لاستمالة عواطفه أو شرائه بالمال كي يوافق على إعلان نفسه أنه منقذ لي السكان الموارنة، وعندها يدخل الجيش الإسرائيلي لبنان ويحتل كل ما تيسر من أراضيه ويقيم نظاما متحالفا مع إسرائيل، ثم تضم المنطقة الواقعة جنوب الليطاني إلى إسرائيل ضما نهائيا، يعاد بعدها كل شيء إلى نصابه بسلام كما يوصف الأمر حسب رؤية إسرائيل. دكتور حبيب فياض، سعد حداد كان ذلك، ما حجم الاختراق الذي بالفعل خلقه في مجتمع جنوب لبنان؟ بس بدي علق على هالموضوع لانه حساس، على امل انه نعلق عليه لمره واحده. عمليه الرز وال يعني انا برايي الامر خارج التداول، يعني ما قدر يشكل ولو نقطه بالمشهد. هنالك عمليه مبالغه وعمليه اقحام لهذا الامر في خضم هذا المشهد اللي له علاقه باهل جنوب والاحتلال. يعني مثل ما انه بالمنطقه الحدوديه عندنا 1000 عميل، 2000 عميل، 3000 عميل، قد ما هن العملاء الذين تعاملوا مع إسرائيل على مدى سنوات عديدة، في مكان ما ربما نجد أنه بقرية معينة 10 أشخاص اجتمعوا وألقوا الرز. يعني اللي بيأكد اللي عبقوله هو حالة العداء المستفحلة التي مارسها أهل جنوب تجاه الاحتلال. يعني أنا لا أظن أنه هنالك شراسة ومبدئية وقوة وصلابة وجه بها احتلال على امتداد التاريخ المعاصر كما فعل أهل جنوب. فالبروباغندا الإسرائيلية بتفوت على الخط وبتبلش تضخم الأمور من أجل تشويه المشهد. هلأ بالنسبة لسعد حداد، للأسف إسرائيل، يعني حضرتك عم تقولي سنة 56، إسرائيل بعد 20 سنة 21 سنة لقيت ضابط مش برتبة نقيب، رائد، برتبة رائد اللي هو سعد حداد. هلأ ظاهرة العمالة أنا برأيي يعني كمان هي جديرة بمكان ما أنه نحطها على طاولة البحث بشكل منفصل. صح، نقعد صح ندرس هاي الظاهرة. صح، لأنه إذا بتتبع آثار معظم الذين تعاملوا مع الإسرائيليين من أهل الجنوب، نادر جدا بل يكاد يكون من المستحيل انه تلاقي حدا
طبيعي وتعامل مع الإسرائيلي. يعني سعد حداد ربما لو لم يكن هنالك احتلال إسرائيلي لكان مجرم حرب له علاقة مثلا بحرب الشوارع اللي شهدتها يعني شهدها لبنان. على هاي الأساس رغم كل الإمكانيات التي حاولت إسرائيل من خلالها أن توجد نوع من التطبيع البشري والجغرافي بينه وبين لبنان إلا أنها فشلت. يعني إسرائيل بال 78 احتلت، يعني تبعا للاجتياح اللي عم تفضلوا تحكوا عنه، رغم تواضع الإمكانات الموجودة آنذاك عند المناضلين والمقاومين قدروا يحرروا مجموعة كبيرة، يعني معركة رب 30 والطيبة ودير سريان قدروا يخلوا يجبروا إسرائيل على الانسحاب والانكفاء إلى ما كانت عليه عام 76. وهذه نقطة مهمة، ولكن موضوع البحث في نقطتين جوهريتين. إسرائيل اشتغلت على خلق أدوات تستثمر فيها إن كان على مستوى مكونات اجتماعية بعينها موضوع المسيحيين، والنقطة الأخرى محاولة الولوج للجيش اللبناني أو حتى استثمار بعض العناصر، لأنه حتى عندما كان يتم الحديث أنه إسرائيل تريد أن تنسحب عملا القرار الدولي كان بعض الشروط الموضوع أنه جيش لحد ينضوي ضمن الأجهزة الأمنية وأيضا ضمن المؤسسة العسكرية كانت تعمل على ذلك، وهذا أيضا خطير جدا ويفسر ربما بعض المحاولات حتى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية على صعيد الجيش اللبناني. هذا في جانب. قبل انتقال إليك، أنه هون كمان في مغالطة بدي أقولها لأهميتها، أنه اللي تعاملوا مع إسرائيل من الجيش اللبناني اللي عندهم رتب بالجيش هني بس رموز وقيادات مش عناصر. يعني بناخذ عقل هاشم وسعد حداد وانطوان لحد، والا الناس العاديين هول يمكن اللي عملوا هويه معينه، والا الناس العاديين هن لا مش انه عناصر او رتب. هن بنفس الوقت يذكر للشهيد فرانسوا الحاج واحد بلاد شدياء كمان حاولوا يضغطوا عليه انه يتعامل وهرب وما مرفض. يعني في محطات كثيرة. يعني في كتاب يوميات الحرب ديفيد بن غوريون صادر عن وزارة الأمن الإسرائيلية في 24/5/1948 يجب أن يتلقى مرتخاي مكليف، هذا قائد لواء كربلي، هذا اللواء الثاني في الهاغانا، تعزيزات ومهمته احتلال جنوب لبنان بواسطة قصف سور وصيدا وبيروت. إن الحلقة الأضعف في الائتلاف العربي هي لبنان، إن تسيد المسلمين مصطنع ومن السهل تقويض هذا التسيد، ويجب إقامة دولة مسيحية يكون نهر الليطاني حدها الجنوبي ثم نعقد حلفا معها. شغل على هذا الجانب في المكون بجنوب لبنان تحديدا بالنسبة للمسيحيين، ما الذي ينقل في هذا الإطار من أبرز المحطات في محاولات الاختراق أنه هن وحتى المواجهة؟ طبعا أنه كان هون بلبنان الشغل أنه نحن المسيحيين أو لبنان تابع لأوروبا ونحن سويسرا الشرق، ويعني هاي القصة. بس اللي بذكر أنه اللي بتأكد عليه أنه المسيحيين بجنوب ما كانوا بهيدا الاتجاه أنه نحن أوروبا أو نحن جنوبيين، نحن أولاد الأرض، يعني هويتنا هي الأرض وارتباطنا بجنوب ارتباط جذري. بمعنى أنه وقت اللي قررت لحد أيام حداد يفوت على الضيعة نحن تحدينا ما سمحنا له، وهيدي برعاية الأهل الكبار. يعني ممكن تقولي طوشة شباب بس لا، نحن برعاية الأهل. صار يعني معكم قصة مباشرة جمع التعايلة، يعني نحن قاموا الشباب ما حنفتح نسمح لهم يفوتوا. فكان عندي جدي هيك عم يراقب الموقف من بعيد، ووقت اللي شاف صارت مجزرة حنين حد بنت جبال فاتوا اعتدوا، يعني عملوا نفس ما عملوا بفلسطين، يعني فاتوا على حنين وعملوا مجزرة حتى الناس تخيف، ضلت مدمرة للتحرير ما في ضيعة. فهن عملوا نفس المشهد انه حتى الناس تخاف. فنحن اخذنا قارة اللي من جدي شاف انه دمروا حنين هون تدخل، وكان سؤاله هيك كتير واضح انه بك تقاوموا ولا بك تنسحبوا، مش انه قررتوا تقاوموا، ما قال بك تنسحبوا، قررتوا تقاوموا، هيدا السؤال اللي سأله. فنحن جاوبنا الشباب انه آمنا نقاوم، قال لكن بنعمل خطه حتى اللي تقدروا تقاوموا. بهيدا المجال رفض انه اي بنت تبقى مع الشباب بالشباب، حتى اللي قال نحن بنتحمل الاستشهاد ما بنتحمل الاغتصاب. موقف ذكوري هاي، بس انه هو هيك موقف ذكوري، بس انه بموقفه بوقته كيف التفسير. وطلعنا يومتها على يحمر، طلعنا احتمينا بيحمر
طلع النسوان والولاد يحمر لانه كان عنده وعاش قعدنا بيحمر وبقيوا الشباب ورجعنا عملنا نحن وياهم هدنه زيتون ورجعنا. بس ردا على موضوع الذكوريه نحتاج لبعض القصص ايضا عن دور المراه في الجنوب اللبناني لانه في دور المراه الجنوبيه يعني بين قوسين في الصمود في التثبيت حتى في التجذر في الارض. لا صرنا قدام اجنده لها علاقه بكل مكونات المقاومه خارج اطار الجانب العسكري والامني يعني. ايه وانت عندك قصه يعني المراه شريكه مقاومه ايضا في ايه انا في انا بعتز انه عندي امي وعمتي، عمتي والده الشهيده لولا وامي. انا خيي وقت اللي اضطرينا نترك الضيعه بال 76 اصرت انه تنزلوا على بيروت، طبعا رفض، قال لها اذا تركنا الارض ما بترجع. واستشهد سنه ال 77 بآب ال 77 استشهد. طبعا امي وقت اللي دفن بتعرفي رفضت تدفنه بالمدفن لانه بالمدفن العام واصرت تدفنه وديعه والناس كلها تفاجئت، قالت لهم لانه بدي رجعه على الضيعه. ف انه اخذوها مثل ما بيقولوا ام من التحرير. ايه لا حد ضلت يعني وما حدا صدقها لحد ال 2000 يوم ال 2000 جيت عم بهنيها لقيتها قالت انا بدي اوفي بوعدي واليوم بدي رجع خالد على الضيعه. وعملنا ورجعناه على الضيعه، رجعته بموكب ما بتصدقي نصر، موكب نصر يعني. انا مره انا شميت ريحه النصر من امي مرتين، فمره بال 2000 ومره بال 2006. وسنتحدث على 2006. تريد ان تعلق دكتور؟ تعليقا على موضوع المسيحيين، أنا برأيي الإسرائيلي كان يصر دوما على أن يكون رموز العملاء من المسيحيين حتى يعطي انطباع أنه الجو المسيحي بالجنوب متعاطف مع الحالة الإسرائيلية، بس عمليا على الأرض ربما إذا أجرينا إحصاء نجد بأنه المتعاملين مع إسرائيل من المسلمين أكثر من المسيحيين. هلأ الإسرائيلي استغل حالة معينة أنه منظمة التحرير الفلسطينية بال 75 76 بالأحداث السنتين بلبنان ما انخرطت بالحرب، فيما بعد دخلت بالحرب وأطلقوا شعار أنه تحرير فلسطين يمر عبر جونية. هاي الموضوع الإسرائيلي استغله من أجل إيجاد مزيد من الشرخ بين الحالة الفلسطينية وإلا المواطن الجنوبي المسيحي إذا بدك تحكي لا يمكن فصله على الإطلاق عن حالة المقاومة التي مارسها اهل الجنوب تجاه الاسرائيليين. نعم. وعدد الشهداء الشباب المسيحي عدد يعني في شهداء منيح شباب مسيحيين ضد مع المقاومه ضد الاسرائيلي. لانه حاولوا خلق بانه في تهديد وجودي من الفلسطينيين من منظمه التحرير على المسيحيين، حاولوا العمل على ذلك. نحن نتحدث انه في مكون دون عينه كان يعني لديه رغبه او ولكن كانت تعمل في مكان ما بمن استطاعت ان تجندهم. وربما ملف العملاء والعماله ملف مهم وكبير وسيكون له محطة أيضا فيما بعد العرض، لأن لدينا سلسلة وثائقيات عن ذلك وعن خطورة وأهمية مثل هكذا ملف المعالجة وفي الطرح. بكل أحوال سنكمل في النقاش خصوصا لأنه ذكرتي محطة 2006 انتصار تموز 2006 وسنقف عند أهل الجنوب كيف قاتلوا وساهموا بالانتصار وحتى في الاستمرار ما بعد الانتصار. ولكن سنعود مجددا إلى الوثائقي ونستعرض صوتية لمقاتل من حزب الله يتحدث فيها أو يروي جانبا من واحدة من أهم المحطات وربما الملاحم، ملاحم الصمود والمواجهة مع إسرائيل في مارون الراس بحرب تموز 2006. نتابع ونعود للنقاش. المعركة داخل بلدة مارون الراس بدأت عند وصول القوات إلى تخوم العمران، حيث تم التصدي لهذه القوات وتدمير الآليات ومقتل وجرح العديد من قوات النخبة اللي فرزهم ليسيطروا على البلدة. على مدى 8 أيام قصف ومحاولة وسيطرة جوية ومحاولة بالتقدم كان الإسرائيلي عم يستنزف فيها.
تعدد العدو مرارا وتكرارا بإعادة الدخول بل تقهقر إلى بعض مواقع خلفية ضمن البلدة. المدنيين اللي كانوا متشبسين بأرضهم وباقيين بمنازلهم كانت عم بتخلي الحافز يكون كتير عالي قدام أي مقاوم للبقاء حتى آخر نفس. هلا بدي احتج على دكتور حبيب فياض، والله يلامس الجميع او من فعلا يشعر بالانتماء الوطني، يعني مثل هكذا وثائقي انت بدات قلت بانه يلامس اكثر من يعني عاش التجربه واهل الجنوب، لا كل شيء في تفاصيل الوثائقي زميلتنا يارا ابو حيدر دخلت في منمنمات المجتمع في جنوب لبنان وفي تفاصيله وخصوصيه التقائه ايضا مع فلسطين المحتله. هي فقط انا برايي انا بدرس فلسفه، يعني واحدة من وظائف فلسفه الفن هي انك تجسدي عمل معين بطريقه فنيه، بس هاي العمل يكون له طابع الكليه والشموليه. أي. يعني هاي المشاهد الجزئيه اللي عم نشوفها هي بالنسبه لابن جنوب تتجاوز المكان والزمان واللحظه لحتى تشكل بالنسبه له هويه متكامله لها علاقه بال يعني من الولادة لحتى الممات. ولأنه أنا أتحدث عن هذه اللحظة أريد أن أعود إلى اللحظة التي تحدثت عنها، قلت بأنه بمرتين شممت رائحة الانتصار 2000 من خلال والدتك وب 2006. إيه أنا بسنة 2006 بلش العدوان، الوالدي والوالد الله يرحمهم بالبيت، فاتصلنا فيها ومرة مريضة يعني تاخد 12 حبة دواء كانت بالنهار، دلفنت لها قالت لي عندي دواء ومش رح يفوتوا، على كلمة مش رح يفوتوا. ضلت بالبيت ليوم 18 من العدوان، يوم القصف انقصف نزل على البيت 11 قذيفة، فظهرت بقميص النوم يعني والدتي ظهرت اضطرت تظهر، فجبنا بتأملنا سيارة وحتى اللي يطلعوا، هي عم تطلع بالسيارة شافت الشوفير عم بيحط شقفة بيضة، حملت على العكازة هي مرة على العكازة، قالت له أنا ما بطلع، قالت له أنا مش مستسلمة لأطلع تحت شقفة بيضة، فقعدوها بالسيارة ووصلت على بيروت. نحن مع أنه عندهم بيت ببيروت، يعني كان عندهم بيت مستأجرينه فما رفضت تطلع. مشهد أنا يعني كتير تأثرت، نزلت من السيارة تهدد بإيد الوالد بيي وحملت عكازتها، ظهروا الجيران ليستقبلوها ومرة بقميص النوم، رفعت عكازتها بالعالي وقالت لهم مش رح يفوتوا. هاي لبن عبطة كان يوم 18-19 من العدوان، شميت ريحة النصر من يوم 19 بالعدوان. وبدي أقول شغلة، والدتي كانت حاطة صورة سماحة السيد بالبيت خلال العدوان، إجا كذا حدا اقترح عليا أنه بلكي فاتوا تشيلي الصورة، أصرت أنه هيدي الصورة ما بتنشال وعلى كلمة مش رح يفوتوا، وفعلا ما فاتوا. طيب سنقف عنده وسنتوسع، أريد أن أنتقل للدكتور حبيب فياض في موضوع الجانب العملي في المعركة، لأنه واحدة من مفاجآت حرب تموز أو انتصار تموز أنه نحو 95% ممن قاتلوا في الجنوب كانوا من أهل الجنوب، من شباب الجنوب، لم يضطر حزب الله أن يأتي بأي مقاتلين، خلى أولئك المدربين تدريب عالي خصوصا بالنسبة لتشغيل مجموعة يعني الصواريخ تحديدا الكورنيت، وهذا كان مهما ولافتا ويسجل ويبنى عليها، ليس كذلك؟ هلا واحدة من الأمور اللي استند لها يعني إذا بدك الإسرائيلي بالمعركة أو خليني أعبر بطريقة تانية، إنه من المناسب أن نقوم بعملية مقارنة بين الاجتياح عام 82 وبين حرب عام 2006. رغم إنه كثافة النيران اللي استخدمت ب 2006 تتجاوز بمرات ومرات ما استخدم بعام 82، إلا أنه هاي الإسرائيل اللي قدرت أنه توصل إلى بيروت خلال 24 ساعة وقدرت تفرض على المقاومين الفلسطينيين أنه يطلعوا بالبواخر ويغادروا لبنان إلى تونس، هيدي الإسرائيل كانت تحاول أن تطبق السيناريو ذاته، يعني كانت تريد أن تصل إذا بدك إلى منطقة محددة قد ما بتقدر، مثلا لمشارف صيدا يتم إصدار قرارات دولية تحت الفصل السادس من الأمم المتحدة، من ضمن هاي القرارات إخلاء المنطقة من المقاتلين على خلفية أنه هؤلاء المقاتلين مفكرة هي أنه جايين من برا. واحدة من الأمور اللي وجه بها القرارات الدولية اللي كان بدها تفضي جنوبي النهر
من مقاتلي حزب الله انه قيل لهم ما هن هول السكان. حتى اذا بدك يوم 33 عندما انتهت الحرب كان هنالك مخطط من اجل منع الناس، يعني ما لم تستطع اسرائيل ان تاخذه بالحرب كانوا يريدون اخذه من خلال ابعاد الناس عن اراضيهم وعن العوده وعن الاعمار. الطريقه التي عاد فيها الناس من اللحظه الاولى لعمليه وقف اطلاق النار بتاكد بتعود بترجعنا للنقطه الاولى، علاقه الهويه بالارض، انه الهويه مش بس مجرد انسان، الهويه هي عباره عن انسان زائد جغرافيا لحتى تطلع الهوية مكتملة. لكن المساهمة في القتال المباشر أيضا ينفي الحديث عن اختراق إسرائيلي حتى للبنية المجتمعية في الجنوب، لأنه تحدث عن 95% من قاتلوا هم من أهل الجنوب، هذا يعني الانتماء الذي تحدث عنه موضوع الهوية. يعني وأريد أن أسألك عن موضوع الإعمار أو يعني ما بعد الحرب أيضا البناء دكتور. بالنسبة لموضوع السكان، أنه واحدة من عوامل النصر، وهي مرة حكي فيها سماحة السيد صح. يعني وقت لي وكمان حدا حاكي فيها بالوثائق احد المقاتلين من حزب الله، وقت لي تخلق يعني بتصير الارض مثل ابنك مثل امك مثل خيك، ما عندك ما بتقدر انك تغادرها، زائد انه المعرفه والاطلاع بمختلف التفاصيل والتضاريس والاسماء، وقت اللي تحكي بسلاح الاشاره انه لاقيني عند البلوطه او على هاي سماحة السيد حكي فيها كل هيدا من ضمن المقومات التي تفضي في نهايه الامر الى النصر. بس بالنسبه لاعاده البناء بنقدر نقول انه الرؤيه التي كانت قائمه عند المقاومه من اليوم الاول للحرب، يعني عندما وضعت المقاومه شروط النصر ومحددات النصر، واحدة من الشروط والمحددات هي إعادة البناء. عشان هيك من اليوم الأول للحرب كان لدى المقاومة معرفة ودراية وعلم أنه إذا لم نستطع إعادة البناء بفترة قياسية هذا يصنف في خانة النقاط لمصلحة الجانب الإسرائيلي، فإعادة الإعمار إجت لحتى تكمل مشهد الانتصار الميداني. بأخذ منك تعليق، وخصوصا عندك بعد حكاية والوقت تقريبا انتهى بالكامل، في موضوع أيضا القتال مواجهة مباشرة من أهل الجنوب مع إسرائيل. لكن احنا تحقق النصر يوم 33، يوم 34 تثبت النصر بعودة الأهالي. نحن رجعنا وأنابل العنقودية ما بخليك يعني مزروعة حول البيت، رجعنا ومزروعة وطلعنا. هلا بدي هيك مشهد كثير حلو يلي بخلينا كثير نعتز مقارنة ما بين الأربعة، يعني كنا واعيين قبل السبعينات وبعد 2006. نحن قبل السبعينات كان الإسرائيلية ورا الشريط يعملوا حاجز أو يفوتوا، كنا الساعة 6 ننضب لأنه يصير الأرض لإلهم، يعني انه هن يتحركوا اكثر منا، وعملوا اكثر من عمليه اغتيال لشباب كانوا تحركوا بال 2006. بعد ما رجعنا حاولت اخذ الاولاد لفرجيهم يعني هيك عزز عندهم هيدي القصه، وطلعنا لعندك فركلة وكانوا بعض الاسرائيليه عندهم جيب بمنطقه عديسه جوا. في مشهد انا كثير هيك بعده بذاكرتي وكثير حلو، فالناس طالعوا مبسوطه والاسرائيليه، فكانوا بس يشوفوا الاسرائيليه هن بالجيب بده يبينوا راسهم وحامله صوره سماحه السيد او اعلام المقاومه، فبس يشوفوا الاسرائيلي يعملوا له بالصوره هيك فعلا يتخبى الاسرائيلي. هيدا مشهد ما بعرف كثير حلو بيعزز الثقه بالنصر وبيعزز الثقه انه فلسطين صارت قاب قوسين او ادنى ان شاء الله. هي الفكره موضوع الاعتزاز والصمود والانتماء والتجذر ولو بشكل سريع، لانه في علاقه غريبه تحتاج ربما التفسير ولو بشكل سريع لعلاقه الدوله اللبنانيه مع الجنوب اللبناني، ليس يعني يتحدث على محطات اساسيه حتى ما قبل الاستقلال وما بعد الاستقلال بين قوسين. العلاقه مع في 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 جريده الاخبار تحت عنوان معاناه الجنوب او الذكرى المنسيه حزيران 2009، لم يكن جنوب لبنان يوما جزءا
جزءاً من الجسر اللبناني كان مثل الزائدة الدودية التي تحتاج إلى استئصال أو إهمال. نيويورك أقرب إلى لبنان من جنوب لبنان. لو كان الأمر بيد سياسة لبنان المعاصرين والمعاصرات لترك جنوب لبنان لإسرائيل تفعل ما تشاء به. الجنوب كان ولا يزال عبئاً على الدولة اللبنانية لأنه يفضح عجزها وتقصيرها وتواطئها. الدولة اللبنانية تعاملت مع الجنوب منذ إنشاء دولة الكيان الغاصب على أنه حديقة خلفية لإسرائيل تدخلها ما تشاء وتقتل فيها من تشاء وتسرق منها ما تشاء. بالمناسبة المقال فيه أسئلة ومعطيات كثيرة ومفارقات حتى عن يعني محاولات كثيرة حتى في التجيش العاطفي أو عفوا في التجيش الطائفي حول رؤية للجنوب وانتصار حتى أو التحرير بالألفين. أزمة الدولة أنا برأيي بالتعامل مع الجنوب هني أزمتين. الأزمة الأولى أنه الدولة بالأساس ما بتتعامل بشكل جيد ومسؤول مع كل شيء له علاقة بالوطن. هلأ الخصوصية الثانية أو الميزة الثانية أنه الجنوب تحديدا بما أنه الحكومات أو الدولة اللبنانية في كثير من الأحيان مرتبطة بأجندات خارجية كان من مصلحة الدولة أن تتغاضى عن مصالح وحقوق الجنوبيين بشكل يعني يراوح في التعامل بين الإهمال والتآمر أحيانا. يعني هلأ بشكل واضح ومحدد جدا أنه لا الجيش اللبناني ليس لديه مثلا منظومة أسلحة مضادة للطائرات. نريد سيادة. لا الجيش لماذا الجيش اللبناني ليس لديه صواريخ تستطيع أن تطال العمق الفلسطيني؟ طيب هاي مؤشرات على أنه قرار الدولة اللبنانية تاريخيا بالنسبة لمسألة الجنوب هو ليس قرارا سياديا وليس بيد الدولة اللبنانية. وخصوصا موضوع السلاح وموضوع كبير نتناوله ونناقشه في محطات عديدة. وأنه جواب 2006 أنه ماذا لو لم يكن هناك سلاح للمقاومة كيف كان سيكون الواقع في تموز 2006. أشكرك جزيل الشكر دكتور حبيب فياض أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية والسيدة رجاء بشارة الناشطة الاجتماعية. شكرا لكم ضيفانا في الاستوديو وشكرا لكم مشاهدينا أينما كنتم. لقاء جديد في نقاش وثائقي جديد دائما فيما بعد العرض. إلى اللقاء. مين بيقاتل؟ شو اللي بيقاتل بالإنسان؟ ضميره اللي بيقاتل. أنت هون عايشة بهالبلد ضميرك وأهلك هون كله بيقاتل. الروح بتقاتل. إيه وأنا بقاتل على طريقتي مثل ما بدي. طالما في روح بالأرض بالألم بالرصاصة بالنظرة. مين بيقاتل مظبوط؟ هي الروح.